السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. اليوم إن شاء الله راح نضيف more functionality بالنسبة للبرودكت كومبوننت. راح نعمل بالتوب هنا، راح نكون نعمل سيرج فورم فيلد، وهذا السيرج راح نعمل إنه يكتب اليوزر الإشي اللي بيبحث عنه كبرودكت، أوكي؟ وبناء عليه راح نعمل فلترنج لهذه البرودكتس، أوكي؟ ويعمل لها فيتش، تمام؟ طبعا انا كتبت بوست داخل الجروب عن البايبس واهميتها وكيفيه استخدامها. على سبيل المثال احنا حكينا استخدمنا شيء اسمه البيلت ان بايبس لما استخدمنا الديت مثلا، خليناه يعرض لنا بطريقه الشورت، اوكي؟ وبامكاننا ايضا هنا انه نعمل البرودكت مثلا. على سبيل المثال لو فتحت على برودكتس، تمام، الفيو ديتيلز هاي عبارة عن بيلت ان بايبس. لو ما عرضتش الديت باستخدام البيلت ان بايبس، يعني عرضت لي اياه مثلا بس هيك كانه ديت، راح يعرض لي اياه كفورمات غير منظم ابدا، وراح يكون طول كثير كبير. عموما احنا داخل البرودكت زي ما حكينا راح نعمل هنا سيرش فيلد وبناء نبحث عليه، لكن قبل كل شيء لازم نروح عند البايبس، اوكي؟ راح نروح عند عملنا بداية الدورة عن شيء اسمه بايبس برودكت فلتر بايب، وهاي البايب راح ايش تتحكم بعملية الفلترنج للداتا. اوكي، جميل جدا. اول اشي هذا البايب لازم يكون دائما عامل امبلمنتس لكلاس، عفوا لانترفيس اسمها بايب ترانسفورم. اوكي، هاي البايب ترانسفورم راح تاخذ اشي اسمه array او object او variable، وتاخذ التيرم اللي راح تتحكم فيه، وبناء على هذا التيرم راح احنا نعمل تغيرات للداتا. هنا انا راح اضع الاشي اللي راح اعمل فلتر عليه عبارة عن برودكت، تمام، وهي عبارة عن array of product. اوكي، جميل جدا. وبعد هيك راح اضع هنا السيرج، السيرج تيرم الاشي اللي راح يبحث عنه اليوزر. هاي قيمة البحث يعني السيرج فورم راح تكون عبارة عن string، تمام، راح تكون عبارة عن string، وراح ترجع لنا array of products. لكن طبعا هنا ممكن احكي لها انه products array of product، تمام. حاليا اول ايش لازم اعمله هاي transform، تمام، لازم اعمل check. التشيك راح اجي احكي اذا انه if، تمام، راح احكي if not products، إذا ما كانش في برودكتس، أو not search term، يعني إذا إنه مثلا ما في بحث أبدا، ما في نتيجة للبحث، أوكي، راح أجي أعمل طبعا هنا not or، راح أجي أعمل إنه return products، تمام. طيب غير هيك راح أجي أحكي له إنه return، لاحظوا كيف products dot filter. طبعا هاي الفلتر ميثود، هاي الفلتر ميثود راح تاخذ عبارة عن البرودكت يعني كاليمنت، تمام، وهذا الاليمنت راح نعمل جواته لوجيك التالي. اول اشي راح نعمله بامكاني انه اجي احكي، او حتى فيش داعي للري هنا، راح اجي احكي مثلا برودكت ريتير مثلا برودكت دوت، في عنا النيم، انا في عندي النيم، تمام، دوت تو لوور كيس. طبعا هاي تو لوور كيس اساس انه انا اتجنب اي مثلا تعقيدات. ممكن بدي احكي له هون دوت اندكس اوف، تمام، السيرج تيرم دوت ايش تو لوور كيس. راح اعمل هون كومبيرنج اذا انه يعني راح تكون في بيناتهم مساواه. راح اجي اعمل التالي، ممكن اجي احكي هون انه لا تساوي سالب واحد، اوكي، اور ممكن اجي احكي انه برودكت. حكيت انا عن موضوع البرودكت دوت نيم، هون اجى دور البرودكت دوت ديسكريبشن. طبعا هاي هيك برودكت دوت ديسكريبشن دوت تو لوور كيس، تمام، دوت اندكس اوف. راح اعمل ايضا كومبيرنج بالنسبه للديسكريبشن الخاص بالبرودكت مع السيرش تيرم دوت تو لوور كيس لا تساوي سالب واحد. طبعا هنا السيرش تيرم تو لوور كيس لا تساوي
اوكي لا تساوي سالب واحد. اعتقد في هون ايرور لانه احنا بنقارن string مع بوليان، لكن احنا المفروض انه هيك، لانه هاي الاندكس اوف راح ترجع لنا نمبر ولا يساوي سالب واحد. جميل جدا، هاي هي البرودكت فلتر باي. طبعا هاي البرودكت فلتر طبعا هون راح تعمل، طبعا هون ممكن اجي احكي is comparing comparing product، او خلينا نحكي مثلا each product، اوكي each product و with search term with the variable search term to check if it match with search their content. طبعا فكرة ما فيها هي بتقارن عملية مقارنة بين ال بين الـ كل برودكت وال الفيرست نيم، عفوا النيم، مقارنة مع السيرش تيرم. إذا كان في تماثل أو يعني في إشي ماتش بين المحتوى الخاص بالنيم الخاص بالبرودكت والسيرش قيمة السيرش تيرم، طبعا كلهم تو لور كيس عشان ما يصير أي كونفليكت، فالشرط راح يتحقق وراح نرجع لبرودكت الفلتر هاي راح تزيح برودكت، والبرودكت اللي حقق الشرط راح ترجعه. أوكي طبعا ممكن سؤال يطرح نفسه، هاي الميثود تمام ممكن اسميها مثلا ريتين برودكت فلترد تمام، واحطها بكل كومبوننت. ممكن اسميها زي هون مثلا، يعني ممكن اجي اعمل التالي داخل البرودكت ليست، ممكن اجي اعمل مثلا التالي انه مثلا ريتير او برودكت فلترد تمام، واعطيها ممكن اجي احكي this dot products، ممكن اجي احكي كالتالي انه راح اجي اعمل مثلا التالي تمام، واحطها مثلا search term وعبارة عن string تمام، وهون طبعا this dot. ممكن بعضكم يحكي لي طب هاي الميثود ممكن انا اسويها باي كلاس صح ولا؟ ونفس اللوجيك نفس الامبلمنتيشن. الفكره ما فيها انه لما انا اعمل بايب راح يكون جينيريك على مستوى كل الكومبوننتس تمام، كل البروجكت راح ممكن اتعامل بايب، وما يعني ما فيش داعي اني اتعامل مع بايب انه يكون مثلا اني ابني الميثود واوصل شو، لا لا، بس بستخدم الاسم هذا تمام اللي هو برودكت فلتر يعني كبايب، وبحطه داخل الان جي 4 داخل مثلا البرودكت ليست. يعني هنا ممكن اجي اعمل كالتالي ليت برودكتس اوف برودكتس، والبايب راح يكون عباره عن البرودكت فلتر. اوكي فهاي هي الفكره. اوكي يعني هنا مثلا احنا بنحكي انه برودكت فلتر، هنا طبعا الفلتر هون نحكي فيه عندنا ميثود اسمها عفوا بايب اسمها فلتر، وهي عبارة عن برودكت فلتر، هون عبارة عن برودكت فلتر. تمام طبعا هاي انه كميثود يعني ممكن احنا نحكي نعملها زي هيك انه الفلترينج راح يكون على السيرش تيرم. طبعا هاي كبرودكت فلتر ممكن نعملها لوجيك التالي رح نعمل اياها، لكن احنا البرودكت فلتر جاهزه حاليا، احنا في ميثود مش محتاجينها اللي هي ريتين برودكتس فلتر، وهاي راح اوضحها حاليا، مش راح احتاجها حاليا، بس انه راح نوضح انه كيفيه الفلتر الخاص بالداتا تمام. اول شيء عشان اجهز الداتا فورم تمام، راح اعمل التالي انه بدي يكون عندي HTML طبعا هون خاص بالموضوع وضع السيرج فورم، راح اعمله بالاعلى تمام. ممكن اجي هون احكي مثلا div dot container تمام، وهذا الكونتينر يكون عبارة عن fluid، وممكن اعطيه margin top على اساس انه ما يكون ملتصق بالtop من ناف بار، وممكن هون اعمل ايضا div dot jumbotron، طبعا هذا عبارة عن الكلاس، وهذا الجمبوترون ممكن اعطيه margin bottom انها تكون 3 والبادنج تكون 2.
اوكي طيب، داخل الجنب اوترون راح اعمل هنا ديف دوت بوردر، ديف دوت بوردر يعني يكون في عندي زي الكونتينر وفيه بوردر. اوكي وهنا بوردر لايت، بوردر دارك او لايت حسب انه كيف الدارك. ممكن اجي احكي مثلا هون واعطيه مارجن باتوم انها تكون 2. طيب جميل جدا، انا هنا ممكن اجي اعمل ايضا رو ديف دوت رو. اوكي وهذا الرو راح اضع المحتويات اللي داخله اصطفافهم بالسنتر، هون جاستيفاي كونتنت سنتر، وممكن اعطيه ايضا مارجن باتوم انها تكون عباره عن 3. جميل جدا، هنا راح اعطيه اتش 2، وهذا الاتش 2 راح اعطيه انه الستايل يكون الفونت فاميلي الانتون سيرف. اوكي وممكن كمان هون احكي له انه سيرج ايش فور ا برودكت. اوكي واعطيه هون زي الايكون، وهي الايكون راح تكون عباره عن او مش ايكون، خلينا نعطيها سبان مثلا. طب قبل سبان بدي احط هون نو بريكنج سبيس، تمام. وممكن انا اعطيه مثلا انه سبان، تمام، والكلاس تبعها يكون عباره عن FA سيرج، هاي بس انه زي الايكون للسيرج. اوكي طيب بعد ال H2 بامكاني اعمل انا تحت الديف الخاص بالرو، تمام. بعد الديف الخاص بالرو ممكن اجي اعمل انه ديف دوت رو اخر، وهذا الرو راح ايضا اعمل جاستيفاي كونتنت سنتر. جميل طيب، داخل الرو هنا راح نبدا على نشتغل على موضوع الديف دوت دي فليكس، طبعا هنا زي الفليكس بوكسز، تمام. وهاي الدي فليكس ممكن احطها ايضا هنا جاستيفاي الكونتنت سنتر. اوكي طيب، داخل الدي فليكس ممكن هنا راح نبدا نضع بالمات فورم فيلد. المات فورم، مات فورم فيلد، عفوا مات فورم فيلد، وهذا المات فورم فيلد راح نضع جواته التالي. طبعا هذا المات فورم فيلد راح اعطيه مثلا بس ستايل، موضوع ستايلينج، اعطيه انه الويدث يكون عباره عن 500 بكسل، تمام. طيب وبعد المات فورم راح اضع هنا انبوت. اوكي والانبوت التايب راح يكون تكست، و الاريا ليبل هاي خاصه بالمات فورم فيلد، الاريا ليبل راح تكون عبارة عن السيرج أو النيم، تمام. وممكن أيضا نعطيه مات إنبوت، وأيضا ممكن هنا راح أعطيه عبارة عن بليس هوردر، ويكون عبارة عن إيش سيرج فور ا برودكت، تمام. وبعد السيرج فور ا برودكت ممكن أعطيه هنا النيم، تمام، يساوي سيرج تيرم. سؤال يطرح نفسه، سيرج تيرم هذا وين اللي راح يكون الفاريبل؟ راح اعرفه داخل الكومبوننت نفسها، فراح اعمل التالي، سيرج تيرم عباره عن سترينج، تمام. طيب بعد ما عرفته بامكاني ايضا اربطه كداتا بايندينج، تو واي داتا بايندينج. ممكن اجي اعمل التالي انه الان جي موديل عباره عن سيرج تيرم موجود عندي. جميل جدا، واعطيه ريكواير، مش ريكواير راح يكون ابدا مو ريكواير. اوكي جميل جدا، بإمكان أيضا هون أعمل في عنا داخل الأنجولار ماتيريال إشي اسمه مات أوتو كومبليت. طبعا أوتو كومبليت مجرد ما كبست على الفورم، لاحظوا كيف بيطلع لنا خيارات 1 2 3 و إكزامبل آخر، ممكن هون هاي للأعلى وهاي، لاحظوا كيف بس خيارات يطلع لنا، تمام. فعلى أساس إني أطبق الموضوع المات أوتو كومبليت راح أستخدم المات أوتو كومبليت تاج. فهون المات بستخدم أوتو كومبليت، تمام. في عنا شيء اسمه مات اوتو كومبليت، وهذا المات اوتو كومبليت راح اعطيه تملت ريفرنس فاريبل اسميه اوتو نيم، تمام. وهذا المات اوتو نيم يساوي مات اوتو كومبليت، الاوتو نيم يساوي المات اوتو كومبليت. جميل جدا، بما اني عملت هيك بامكاني هون احط يعني لانه راح يطلع لنا اوبشنز منه، ممكن اعمل التالي مات اوبشن، لانه راح يطلع لنا زي الليست اوف اوبشنز، والاوبشن اول راح اجي اعمل ان جي 4، تمام. وهاي الان جي 4 راح احكي له انه ليت، لاحظوا كيف برودكت يعني ليت برودكت اوف
ايش اوف برودكتس. اوكي ليت برودكت اوف برودكتس. لاحظوا هون راح نستخدم البايب. البايب كيف راح نعملها؟ شيء اسمه برودكت فلتر، وراح تكون عباره عن ايش؟ السيرد تيرم. اوكي وبعد هيك راح استخدم الفاليو، تمام، وراح تكون عباره عن برودكت دوت نيم. راح يتوضح كل اللي التالي راح نحكي احنا حاليا، وهون طبعا راح نطبع الاسم. طبعا فكره ما فيها انه انا حاليا ربطت البرودكتس وانا مع البرودكت فلتر. اوكي فيعني فشو ما بحثت انا راح الاوتو كومبليت راح يعرض لي البرودكتس اللي عملها فلتر. وهون داخل الانبوت عشان انه نكون رابطين، راح اربط التمبلت ريفرنس فاريبل مع الانبوت. فشو لازم اعمل التالي؟ لازم اعمل انه في عندنا بروبرتي بايندينج هي عباره عن مات اوتو كومبليت، تمام، وراح تكون عباره عن الاوتو نيم. جميل جدا. طيب انا حاليا داخل هذا الفورم. اوكي هنا انا بعرض البرودكتس. اوكي بعرض البرودكتس ليت برودكتس اوف برودكتس، ولاحظوا هنا برودكت فلتر راح تكون عباره عن السيرش تير. جميل جدا. طبعا السيرش تير اللي انا بدي بدخله داخل الانبوت، اذا ما في سيرش تير بنعرضه للبرودكتس، والبرودكتس هاي وين بتروح؟ بتروح عند البرودكت فلتر، بتروح عند هنا، تمام. فهاي راح تستلم قيمه ايش؟ راح تستلم قيمه البرودكت الموجوده هنا، تمام. والسيرش تير هو نفسه السيرش تيرم اللي هنا راح يجي هنا، راح اعمل اللوجيك التالي الامبلمنتيشن، وبناء عليه راح يعمل لي فلتر للبرودكتس. اوكي طيب انا حاليا استفدت موضوع السيرش تيرم، بامكاني ايضا اعمل غير السيرش تيرم، اعتقد فقط حاليا نوعا ما بما انه على اللوجيك التالي. نحاول نروح على الكومبوننت، لاحظوا كيف هذا هو الاحشي اللي بنحكي عنه، انه مثلا يكون زي السيرت فور ا برودكت. لما اجي اعمل انا تمام، هون حاليا اتش بي اومن، تمام، الى الان ما عرض لي، تمام، الى الان ما عرض لي. السبب في ذلك انه احنا اعتقد انه لازم تكون البايب نفسها مسجله داخل ال app dot module. هون اعتقد بالimport ال product filter pipe عاملينها import. اوكي وهون search term وال product dot name، وهون طبعا search term، وعاملين ربط بين الانبوت والداتا type. اوكي جميل جدا. طيب نجرب مرة أخرى، مثلا ممكن نعمل، لاحظوا كيف طلعت في عنا الـ options HP Omen عمل فلتر. مين إجا الفلتر؟ الـ HP Omen. طيب لو على سبيل المثال بحثت إنه في عندي هنا دل، لما أجي أعمل دل لاحظوا كيف دل أن، لاحظوا كيف إذا كبست أي إشي ما بيماثل فراح إيش؟ ما يعرض لي ولا إشي، تمام. فهون الفكرة، الفكرة بالفلترينج هاي، لاحظوا search for a product، الفكرة بالفلترينج إني أنا أستفيد من الفلتر وأعمل السيرج تشتغل السيرج algorithm، تمام. فهاي هي موضوع السيرج فلتر. بإمكاني أيضا إنه أضيف آخر شيء بعد ما خلصنا السيرج فلتر، إذا كبست على HP Omen هون طبعا، وإذا محيتها في عندي الخيارات راح تنعرض. طيب بإمكاني أيضا أعرض، أروح عند الكلاس نفسه، تمام، بإمكاني هنا عند ال ممكن أجي أستخدم أضيف فانكشناليتي الخاصة بال add to cart. أوكي طيب أنا في عندي view details، طبعا هنا في عندي ال add to cart. أوكي هاي ال add to cart ممكن أنا أعرضها فقط، لاحظوا كيف طريقة عرضها بتيجي كالتالي. متى راح تكون؟ احنا اتفقنا انه الجست ما بيقدر يعمل add to cart، تمام، فراح استخدم ngf auth service dot logged in is logged in. اذا كان logged in عرض لي اياها، تمام. طيب add، لاحظوا كيف product dot، في عندي added to cart، تمام، اذا ما اذا اذا ما اذا كان added to cart مش راح اعرض الباتون هاي، اذا ما كانش معروضه خلص تمام. and طبعا هنا not product dot added to cart، تمام. طيب هاي هيك راح يعرض لي اياها، واذا كبس لي اياها بدي اياه يعرض لي ديالوج. اوكي وهذا الديالوج راح اضعه تحت الباتون، تمام. فهذا الديالوج راح اسميه عباره عن ng template. اوكي
وهاي الان جي تمبلت راح اعطيها تمبلت ريفرنس فاريبل يكون عباره عن الاد تو كارت ذا ديالوج. اوكي طيب داخل ان جي تمبلت راح اضع اتش 2 كالعاده، راح احط هون عباره عن مات ديالوج تايتل، وراح اضع هون عباره عن انه يكون تايب ايش ها تايب هير هاو ماني برود هاو ماني مثلا ممكن نحكي انه how many quantity you want to add. طيب نرجع نكمل، في عنا هنا how type here how many quantity you want to add into your cart، كم بدك تضيف من هذا برودكت كوانتيتي. اوكي طيب بعد ما قررت هون ممكن اجي احكي مثلا مات ديالوج كونتنت. تمام طيب داخل مات ديالوج كونتنت بامكاني ايضا اعمل انه فورم فيلد، بامكاني اعمل فورم فيلد. اوكي طبعا هون الداخل اول اشي بامكاني اعمل رو. اوكي بس لكن قبل هيك بامكاني ايضا اعمل انه كستايل، لاني الستايل راح يكون عبارة عن الويدث يكون 400 بيكسل. اوكي وفي عندي الهايت يكون اوتو طبعا كالعادة. جميل جدا. وفي عنا ايضا الكلاس راح اسميه عبارة عن مات تايبوغرافي كلاس، راح يكون عبارة عن مات تايبوغرافي. اوكي طيب داخل مات ديالوج كونتنت راح اعمل ديف دوت رو كلاس رو. اوكي وهذا الكلاس رو هو اعمل انه الجستيفاي الكونتنت يكون سنتر، واعمل مارجن بوتوم او توب تكون 2. اوكي طيب راح اعمل اول اشي داخل المات فورم فيلد، مات فورم فيلد. اوكي وهذا المات فورم فيلد بامكاني انه اعطيه مثلا الكلاس يكون المارجن توب تكون 3، وتكون عندي الابيرنس تمام انواع اشكال المات فورم فيلد تكون فيل. جميل وبامكاني ايضا اعطيه مات ليبل. اوكي وهذا المات ليبل راح يكون عباره عن الكوانتيتي، كم بدك تضيف من هذا البرودكت انت يور كارد. وبامكاني ايضا اضيف انه الانبوت. اوكي وهذا الانبوت راح يكون التايب الخاص فيه عبارة عن نمبر، لأن أنا راح أضيف نمبر، وراح تكون عبارة عن مات إنبوت. أوكي وراح تكون عبارة عن إنه الأنجي موديل راح أعمل له تو واي داتا بايندينج مع البرودكت دوت كارت كوانتيتي. طبعا زي ما حكينا هذا اللوجيك خطأ خطأ خطأ، لأنه المفروض إنه البرودكت الكوانتيتي هاي اللي بنحكي عنها إحنا إنها تكون مخزنة داخل السيشن داخل أو اللوكال ستورج ونستفيد منها. واصلا بعد كل فتره او ساعه او ساعتين او اربع ساعات الكارت ينحذف داخلها كل شيء، يعني لازم يكون داخلها امبتي من حالها كلير. اوكي فهذا النهج غلط احنا يعني نشتغله، لكن احنا راح يعني زي ما حكينا مو ملتزمين بمتطلبات حدا، احنا بنحاول نشتغل لوجيك الانجولر ليس لوجيك الاي كوميرس، لكن بنحاولها نبني يوزر انترفيس بالاي كوميرس. اوكي وهون طبعا هاي ريكوايرد راح يكون. اوكي وحطيت انها مات انبوت، وبامكاني ايضا اضيف انه بليس هولدر، بليس هولدر، واحكي له انه مثلا احكي له انه مثلا يضيف لي اي اكس انها تكون مثلا 10 برودكتس. اوكي وراح اعطيه انه يكون المين عباره عن 1 والماكس يكون عباره عن 100. اوكي طيب النيم راح اعطيه ايضا هون النيم، النيم راح يكون عبارة عن كارت كوانتيتي، لأنه النيم هنا جدا مهم. طيب جميل جدا. وهنا مات ديالوج كونتنت، وأيضا عندنا هنا راح نعمل المات ديالوج أكشنز، أكشنز، وهاي الأكشنز راح أعطيها ألاين يكون مثلا الإند. أوكي وداخل الأكشنز هنا بإمكاني أعمل بتون، واول باتون راح يكون عباره عن انه الاد تو كارت، خلص الامور كلها تمام. وراح اعطيها هون كلاس تمام يكون عباره عن بي تي ان، بي تي ان اوت لاين
الاوتلاين سكسس والبول رايت. اوكي طيب، بعد ما حكيت زي هيك راح اعطيها انه كليك ايفنت. لاحظوا كيف في عنا كليك ايفنت بوش تو كارت، او في عنا بوش تو كارت راح تعطيني البرودكت اي دي برودكت دوت اي دي. تمام، نتاكد من البوش تو كارت شو متطلباتها. تحتاج لكوانتيتي، بامكاني ايضا ابعث البرودكت دوت كارت كوانتيتي دوت، في عنا اشي اسمه كارت كوانتيتي. اوكي طيب، عملت وممكن ايضا هنا بعد هيك اعمل له عفوا هيك، ممكن اجي اعمل انه اوبن سناك بار. طبعا لسه انا لازم اعمل لي هنا امبلمنت للسناك بار، راح اعملها فوق وراح احتاج للديالوج. طيب هنا اذا برايفت سناك بار راح تكون عبارة عن مات سناك بار، وحكينا شو السناك بار فايدتها على اساس انها تطلع لي تطلع لي توست مسج برايفت، والبرايفت راح يكون عبارة عن ديالوج وراح يكون عبارة عن مات ديالوج. تمام، اعتقد في ميثودز جاهزة داخل الكارت كومبوننت، فما فيش داعي اني انا ارد اعملها نفس الامبلمنتيشن. طبعا هون المات ديالوج عملنا له، في عنا داخل كارت كومبوننت انا عامل الاوبن ديالوج والهاي ديالوج، راح اعمل التالي بس فقط اعملهم كوبي بيست وراح اضعهم هنا. اوكي وراح نعمل امبورت للتمبلت ريفرنس، او انه معمول له امبورت اوريدي. وفي عنا هون ايضا اوبن سناك بار اعتقد كمسج، جميل، وراح اضعها هون. اوكي طيب، انا عملت اللوجيك التالي. في عنا داخل البرودكت هون راح احكي له انه اوبن سناك بار، عفوا اوبن سناك بار، وهاي السناك بار بدي اياه يعرض لي فيها التالي. اول اشي انه برودكت، مثلا نحكي انه ادد، او مثلا ممكن اعطيه زي هيك برودكت ادد successfully تمام into your cart، او نحكي برودكت was added successfully into your cart. تمام، وممكن اعطيه هنا اوكي كاكشن. تمام، جميل جدا، هاي حاليا اللوجيك اللي احنا كنا محتاجينه. تمام طيب، بعد هيك بامكاني ايضا اعمل باتونز اخرى. تمام، باتون غير الباتون الاولى، طبعا هاي عباره عن اد تو كارت تو كارت، والباتون الاخرى راح تكون عباره عن الباتون هاي بس للكانسل، وراح اسميها انه الستايل، ممكن اعطيها ستايل ويكون انه الويدث تبعها يكون 120 بيكسل. تمام، والكليك عليها فقط راح تعمل لي هايد هايد. اوكي طبعا هاي ديالوج، وايضا بامكاني اعمل انه غير الهاي ديالوج نعطيها كلاس معين خاص فيها، كلاس بي تي ان، انه بي تي ان اوت لايت وورنينج، بي تي ان اوت لاين، ممكن نحكي له انه اوتلاين دارك. اوكي طيب، بعد هيك ممكن اعطيها كمان بول تو رايت، انه يعمل لي ازاحه لليمين، بول رايت. اوكي وهون راح اعطيه كلوز، طبعا ننساش انه التايب الخاص فيها عباره عن باتون. تمام، وايضا هون التايب عباره عن باتون، جميل. طيب بعد هيك خلصت انا الماده ديالوج اكشنز، اعتقد حاليا اللوجيك التالي تمام، لكن ضايل اد تو كارت، ومين هاي راح يفتحها؟ راح تفتحها الاد تو كارت. اوكي طيب، هون بامكاني انا اعمل انه الكليك ايفنت، اعمل كليك ايفنت واحكي له هنا اوبن ديالوج، كل ديالوج راح يفتح عباره عن اد كارت ديالوج، هون اد تو كارت ديالوج، واعتقد الامور جيده نوعا ما. لكن هون ضايل عنا انه الفيو برودكت ديتيلز، في عنا هون لما يعمل بوش تو كارت بامكاني اعمل this dot hide ديالوج، على اساس انه لما اول ما يعمل بوش راح يعمل لي هايد للديالوج. اوكي طيب، هيك الامور تمام. حاليا اعتقد بس انه الرس اللي راح يجي من الانسيرت تو كارت، اتاكد من الشغله هاي، اوبزرفبل اوف برودكت، لا مش راح، مالناش دخل فيه. اوكي نتاكد حاليا من الكومبوننت،
حاليا عمل ريلود للصفحة، و لاحظوا كيف لما اكبس مثلا على فيو ديتيلز بوديني على فيو ديتيلز. واذا لاحظتوا اذا كبست على سبيل المثال لل اتش بي نيون هون، عملت اد تو كارت، راح يفتح لي ديالوج. اوكي، وهذا الديالوج تايب هير هاو ماني كوانتيتي يو ونت تو اد انتو يور كارت. ممكن احكي له مثلا بدي 3 واعمل له مثلا اد تو كارت، برودكت واز اد سكسسفولي انتو يور كارت، وراح يعمل لي نافيجيت تمام على الكارت. اوكي، المفروض حاليا بعد العملية هاي انه ممكن اروح على الكارت حاليا تمام، وممكن اجي اعمل ريفرش للكارت. اوكي، لاحظوا كيف كارت ريفرش سكسسفولي. ممكن كمان اجي اعمل عليها حاليا انه عرض لي كبرودكت واحد، لكن نعمل ريفرش مرة اخرى. اعتقد انه حاليا في غلط بعرض الداتا، الداتا راح تنعرض داخل البرودكتس على كرايتيريا محدده. بامكاني انه اجي عند البرودكتس على سبيل المثال تمام، واجي ارد مره اروح اخرى عند الكارت واعرض لي البرودكت، وعملت 3 فعرض لي البرودكت بدي اياه. جميل جدا. حاليا بامكاني اجي اعمل طريقه اخرى غير الكارت هنا. بامكاني اعمل عند البوش تو كارت تمام، البوش تو كارت بامكاني اعمل ايضا انه الكارت ايتم. ممكن اجي اعمل انه استفيد من الراوتر واعمل يكون نافيجيشن للكارت، لكن ما بعرف، احس انه الموضوع ممكن يعني يكون مثلا ما يفيدني نوعا ما. لكن عموما ممكن this to tie dialogue بعد ما اعمل بوش للكارت، يمكن بامكاني اعمل انه استفيد من الراوتر. في عندي راوتر ممكن اجي احكي انه this dot router تمام dot navigate تمام للايش للكارت تمام، يوديني للكارت ومعه ايش انه يكون في عندي query params تمام. ممكن اجي احكي لك query params انه updated، انها تكون updated وعبارة عن true، يعني بس انه معلومات اضافية انه يوديني للكارت وما الى ذلك. بامكاني هسه حاليا اعمل ريفرش. طبعا بامكانكم تلاحظوا انه لما عملنا ريفرش انه الاد تو كارت على نيون اختفت الان تمام. ليش؟ لانه انا عملت اد تو كارت، لانه الاد تو كارت بالنسبة لهاي البرودكت ترو، فايش؟ فما فيش داعي انه اضيفه مرة اخرى على البرودكت، اذا الا اذا رحت عليه وعملت له اد تو كارت. طبعا هاي كمان بالفيديو القادم راح نخفيها، ما راح نبينها ابدا هاي الاد تو كارت الا اذا كان البرودكت ايش غير مضاف للسله. طبعا لاحظوا هاي هي البرودكتس، لاحظوا كيف يعني عملنا لها فيتشنج. اوكي طيب، في يعني ممكن ايضا اروح على برودكت اخر واضيفه للسله تمام، هون على اساس انه نستفيد من موضوع الراوتينج. هون ممكن اضيف الديل اوكي اد تو كارت، راح اضيف منه يكون في عندي منه 4 قطع و اد تو كارت تمام. هون راح يوديني للكارت تمام. طيب هاي وداني للكارت. ممكن اذا عملت ريفرش للداتا كارت سكسسفولي ريفرشت، طبعا حاليا الداتا المفروض انه تنعرض داخل ال الكارت. ممكن لو رحت هناك ورجعت مره اخرى على الكارت مره اخرى، فراح الاقي انه الكارت انضاف الجزء الثاني. طبعا هنا في سيئة عندي بعترف الموضوع، المفروض انه اول ما اعمل ريفرش للكارت تنعرض كل الداتا مرة اخرى داخل التيبل، فاعتقد في غلط عندي بالكود راح اعدله وراح ارجيكم التصحيح فيه المرة القادمة. عموما هذا كان موضوع اللي حبيت اعمله داخل هاي المحاضرة، اني اشرح انه كيف نعمل فلترنج للداتا عن طريق البايب، و وانه نضيف فانكشناليتي اخرى للبرودكتس عن طريق البوش تو كارت، ايضا ممكن ريموف ونعرض محتوى حسب كرايتيريا معينه. بتمنى انكم استفدتوا، وان شاء الله بفيديو القادم راح نشرح بشكل اكثر تفصيلي البرودكت ديتيلز، انه متى ينعرض فيه الاد تو كارت وما الى ذلك. نخلص اللوجيك في الكاتيجوريز والكاتيجوري ديتيلز، ثم ننتقل للاوردرز ونعملها تيبل زي الانجولار ماتيريال تيبلز ونعرض فيها الداتا تمام. وهنا ايضا راح نفعل موضوع تشيك اوت، راح نعمل تشيك اوت ايضا. طبعا هو مفعل جاهز، لكن راح يودينا على الاوردرز، والاوردرز لازم تكون مجهزه قبل ذلك الوقت. يعطيكم العافيه، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم.